سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام فالعمد يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم قلوبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم بكم وألف تحية أهديها لكم ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم شكرا 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 والله شرف 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 عظيم اني نتقاسم معكم هذه الفرحه اليوم على بالي بلي بديت عليكم معليش ناس بكري يقولوا المليح يطول وكذلك اطفال مدينه تلمسان وولايه تلمسان والولايات المجاوره كذلك اليوم نرحب بكم إذن هذا الحفل مباشرة من قصر الثقافة بمدينة تلمسان مدينة الفن والحضارة هذا الحفل تحت الرعاية السيد الوالي بالتنسيق مع مديرية الغابات كامل الناس شاركوا في هذا الحفل باش ينجح حتى مجمع الشروق الإعلامي شركة رامي وشركة شيبس مهبول كذلك حبوا يتقاسموا معكم هذه الفرحة شكرا 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 اليوم رانا في فترة مهمة هي بداية فصل الربيع نعرفوا قاع بلي البارح يوم 21 مارس كان عيد الشجرة يعني اليوم الوطني للشجرة شكون اللي يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي للبيئة اليوم العالمي للبيئة وقتاش شكون اللي يعرفوا اليوم العالمي للبيئة شكون اعطي له الميكرو للشباب هذاك شعله له بعثوا له معلش اعطوا له الميكرو شعلوا برافو فوالا صديقنا واسمك ولدي؟ نور الأحسن نور الأحسن الله يبارك اسمك شباب نور على نور إن شاء الله يا ولدي وقتاش اليوم العالمي للبيئة؟ 5 جويلية أي ماما قالت لك ماشي 5 جويلية 5 جويلية نقبلوها منه الإجابة نقبلوا الإجابة شكون يقول نقبلوها رفد يدو
شكون يقول ما نقبلوهاش يرفديدو؟ الحمد لله كانوا متسامحين أكثر. يا أطفال لازم تكونوا متسامحين يا أخي. على بالك علاش لازم تكون متسامح؟ لأنه هذا الوضعية اللي فيها صديقك ممكن أنك أنت تكون فيها. لازم يكونوا متسامحين للتعايش في المجتمع يا أخي. يا أطفال هذا وعد، لازم نتسامحوا بيناتنا. أعطولي، جيبوا لي النور. تعال تعال وره نور، تعال وره نور، يلا تعال طلعوا لي النور. أروح ولدي. إذن يا أطفال اليوم العالمي للبيئة هو يوم 5 جوان، هو اليوم العالمي للبيئة. وكيفاش نحميو البيئة تاعنا؟ على بالكم كيفاش؟ تعال نور. أروح ولدي، أعطوني الهدية تاعو، أعطوني الهدية تاعو. شحال في عمرك نور؟ 11 يوم. 11 عام. 11 شهر. 11 عام. والله لحسبت 11 شهر. 11 عام، هيا ذكر. وشو سنة تقرأ؟ ولا متوسط. الله يبارك، شحال جبت معدل؟ 10. 10 على واش؟ 20. 19. شحال جبت؟ 10 على 19. 10 على 20 ولا على شحال المعدل تاعك؟ 10. 10 على شحال يعني؟ على 20. داكور داكور، يعني متوسط. ودركا من هذا اليوم تزيد شويه في المثابره ولا تزيد؟ ادوات وراي ماماك. وراها ماما ترفد يدها. وراي ماماك، وريها لنا هنا. هذه هي مدام راكي تسمعي، او عطانا وعد راهم كاع يسمعوا هنا. نحب نعرف المعدل تاعو في الفصل الجاي. حنا ما نقولولكش بزاف، ابدا ب 12 ولا ب 13 على الاقل، ومن بعد نزيدوا عبالك حنايا. مادام تعطينا مادام نحبوا اكثر. الله غالب يا اخي. مادام نحبوا نعرفوا شحال يجيب الفصل الجاي. هذا وعد. وعد خلاص، ذكريه به مادام. اذا راعي البرنامج مع عمو يزيد وراعي هذه الحفلات رامي يهديك هذه الهديه المتواضعه، ان شاء الله تستفاد بها. تفضل وليدي. شكرا. العفو العفو وليدي، العفو 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 العفو. تفيق عليه تفيق عليه. شاطر 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 شاطر. ما نقدروش نحتفلوا ونتكلموا على البيئة. على بالكم يا أطفال أن البيئة تاعنا مهم جدا حمايتها. كاين عدة مراحل وعدة ستيريوتيب، يعني الإنسان لازم يكون عنده أفعال لا إرادية. مثلا تسيب كاغد في الأرض لازم ترفدو، مازال ما ترفدش الكاغد ديرو في جيبك ديرو في الساك. مهم جدا عدم رمي النفايات. كاين حاجة مهمة تاني لحماية البيئة، هي تعرفيها وش هي؟ وش هي؟ عدم قطع الأشجار. برافو، شاطرة شاطرة شاطرة. إذن الأشجار ومحافظة الغابات راهي معنا اليوم هنا. ماذا بينا من بعد غي يسخن شوية الحال نعود ناخذ موعد آخر ونروح نديروا التشجير في عدة، ما نقولوش حظيرة واحدة ولا اثنين ولا، ماذا بينا نروحوا لهم قاع، لأنه ولاية تلمسان زاخرة زاخرة بهاد الخضروات، يعني بالطبيعة الخضراء وكامل لازم نحافظوا عليها. والتشجير مهم جدا. عمو يزيد دار لكم أغنية خاصة بالبيئة نقول فيها نحمي بيئتنا فيها سلامتنا، سلامة كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا. تغنوها قاع معايا يلا. البيئة كامل تغنوا معايا. البيئة نحمي بيئتنا فيها سلامتنا، سلامة كوكبنا وأرضنا لو تحمينا، لو نحميها تحمينا. نحمي بيئتنا فيها سلامتنا وسلامة كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا. نحمي بيئتنا فيها سلامتنا وسلامة كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا. نحمي بيئتنا بيئتنا فيها سلامتنا سلامتنا سلامة كوكبنا وأرضنا لو نحميها
حمل التشجيع ونلبسها حلة غطرة وجمالها باهي يصير يجلب يسلب النظرة. نلقوا حمل التشجيع نلبسها حلة غطرة وجمالها باهي يصير يجلب يسلب النظرة. يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العطرة. يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العطرة. من النظافة صحي ضميرك يا إنسان الوقاية أحسن وصفة. النظافة من الإيمان والإيمان من النظافة صحي ضميرك يا إنسان الوقاية أحسن وصفة. لمحي ظلمها بألوان حتى تبهى وتصفى. لمحي ظلمها بألوان حتى تبهى وتصفى. نحميها تحمينا. بيئتنا تعاني كثير حمايتها لينا سطر نحارب شرها بالخير وتعيش بيئتنا حرة. بيئتنا تعاني كتير بيئتنا بيئتها لينا سطرة نحارب شرها بالخير وتعيش بيئتنا حرة. نل منها أجر كبير يتضاعف بمية مرة. نل منها أجر كبير يتضاعف بمية مرة. نحمي بيئتنا فيها سلامتنا لو نحميها تحمينا. نحمي بيئتنا بيئتنا فيها سلامتنا سلامتنا سلامت كوكبنا وأرضنا لو نحميها تحمينا. نقوم بحمل التشجيع ونلبسها حلة غطرة وجمالها باهي يصير يجلب يسلب النظرة. نقوم بحمل التشجيع نلبسها حلة غطرة وجمالها باهي يصير يجلب يسلب النظرة. يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العطرة. يحيي الحيوان والطير في طبيعتها العطرة. شكرا 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 شكرا. نقوم بحمل التشجير نلبسها حلة خضراء وجمالها باهي يصير. إذن يا أطفال التشجير مهم جدا والحماية حماية البيئة مسؤوليتنا كامل. يا أطفال تحبوا المدرسة؟ تحبوا المدرسة؟ أمو يزيد لكم أغنية بحاجة نقرأ بها قل فيها كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما أدبا حسابا ودين. كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين. يا أطفال هذه الأغنية تحسيسية باش تتهلاو في الأدوات المدرسية تاعكم. لازم الكراس يكون مغلف لازم ما ترميهش لازم تحتفظ به. يا اخي اطفال الادوات المدرسيه مهم جدا انك تحتفظ بها
لانه الاولياء تاعكم ما يقدروش في كل مره يشري لكم ادوات. يا اخي الاولياء، اولياء يا اخي. اذا يا اطفال الاعتناء بالادوات المدرسيه، كراستي كراستي ما تحملين. يلا تغنوها كامل معايا، كراستي. كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين. كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين. غلفتك لونا يليق أحمر وجعلت اسمي فوقه يظهر. محفظتي هي بيتك كراستي، شوقي إليك دائما بيحضر. كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين. كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين. كراستي كراستي عامي بدا، أشتاق لي أن أكتب درس الغدا. فمعلمي هو يشرح درسا إذا به يأمر أن نكتب كل مفردا. كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين. كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين. فيك كتبت أدروسي معلوماتي عن كل علم أقتدي به في حياتي. من أول صفحاتك للتاليات تبقين أنسي مرجعي في مآتي. كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين. كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين. كراستي حتى وعامي قد مضى تبقين في خزنتي طول المدى. علي إذا طال الزمان أفتح صفحاتك لأذكر يوما غدا. كراستي كراستي ما تحملين إلا علوما وحساب أدبا ودين. كراستي كراستي إذ تفتحين قلمي يحن للكتابة بعد حين. شكرا 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 شكرا. كراستي حتى وإن عامي مضى تبقين في خزنتي طول المدى. يا أطفال كاين واحد الظاهرة نشوفوها دائما، الأطفال كيكمل العام الدراسي يبداو يرميو في الكراريس. يا أطفال هذا فعل لا حضاري، هذا الفعل لا حضاري، ما نحبوه لا حنا لا ربي سبحانه لا الأولياء تاعكم. الكراريس تاعكم انتم كتبتوهم، يعني نابعين من الجسم من القلب تاعكم. هذاك العمل تاعك عمو يزيد مازال محتفظ بالكراريس تاع الابتدائي. نحبهم نشوفهم نشوف النقاط كيفاش كنت نقرا كيفاش كنت نكتب. إذن هذه الظاهره تاع ترموا الكراريس في اخر السنه وترموهم برا خلاص ما نحبوش نشوفوها. هذا وعد
هذا وعد. إذن لازم نحبه يا أطفال. على بالكم من الإنسان الناجح، ما هو الفرق بين الإنسان الناجح والإنسان الفاشل؟ هو الإنسان الناجح أنه عنده قناعة وعنده مثابرة وعنده صبر، يحب يعني يتحدى الصعوبات. ما كانش نجاح للنجاح. لما تشوف إنسان ناجح معناها أنه مثابر، معناها أنه يحب العمل تاعه. إذن يا أطفال باش تنجحوا لازم تقراو، تقراو في الوقت، ما تستناش حتى يقتربوا الاختبارات وتبدأ تقرأ، يكون عليك ضغط كبير كبير. لازم تقرأ بانتظام. هذا وعد، هذا وعد. شكون اللي يعرف النوتات الموسيقية؟ دو ري مي فا صولا سي دو، معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشدو، وكم تحلو بها الألحان. غنوا كامل معايا دو ري مي، يلا دو ري مي فا سي لا سي، دو ري مي فا صولا سي، دو ري مي فا صولا سي، معروفة عبر الأزمان. دوري مي فا صولا سي دو، معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشدو، وكم تحلو بها الألحان. دوري مي فا صولا سي دو، معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشدو، وكم تحلو بها الألحان. دوري مي فا صولا سي دو، دو سي لا صول فا مي. تلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام، وكذا طبقات الأصوات. هي سرها الأنغام، وتلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام، وكذا طبقات الأصوات. دو ري مي فا صول لا سي دو، دو سي لا صول فا مي. بخطوط مرسومة بطول، يدعى السلام الموسيقي، ويبدأ بمفتاح صول. نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول، يدعى السلام الموسيقي، ويبدأ بمفتاح صول. دو ري مي فا صول لا سي دو، دو سي لا صول فا مي ري دو. لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهي معي نرددها. فاذكرها وتعلمها، لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهي معي نرددها. دو ري مي فا صول لا سي دو، دو سي لا صول فا مي ري دو. دو ري مي فا صول لا سي دو، معروفة الأزمان، فبها نغني نحن ونشدو، وكم تحلو بها الألحان. شكرا 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 شكرا. مو يزيد اللي دنا هاد الحفل، نشكره مو يزيد اللي دنا هاد الحفل، وإن شاء الله يعود هنا مرة أخرى. نقول له شكرا على الحفلة، فرحت لنا الأطفال ديالنا ونحبوه كامل. أنا قل له شكرا ولينا مرة أخرى. قول عمو يزيد يعطيك الصحة، الحصة اللي درتها لنا ولادنا فرحتهم، ونتمنى إن شاء الله تعاودها لنا خطرة أخرى إن شاء الله.
نقول عمو يزيد شكرا وفرحتنا بزاف. نقول لعمو يزيد شكرا، من حبابي كي جيت عندنا وعجبني الحفل تاعك، وشكرا I love you.